يقول: ما حكم من يطوف والإمام يخطب للجمعة؟ لا بأس بذلك أن يطوف الإنسان والإمام يخطب، أو يطوف والناس يصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يصلي الفجر والناس يطوفون بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولم يمنعهم. والناس يختلفون، منهم من كان مسافر وصلى، صلى لأنه مسافر ويريد أنه يكمل المناسك ويسافر، الناس يختلفون في هذا. أما إنسان ليس عليه نسك، ليس عليه نسك وإنما يريد تطوع، فهذا يجلس ويستمع للخطبة. أما إنسان عليه نسك حج وعمرة ويريد أن يؤدي المناسك فلا بأس أن يطوف ويسعى والإمام يخطب أو الناس يصلون. نعم، إذا كان قد صلى هو. أما إذا كان ما صلى فيتوقف عن الطواف ويصلي، أو يتوقف عن السعي ويصلي ثم يكمل بعد الصلاة.